تتجه شركة تسلا لتسليم نحو 473 ألف سيارة كهربائية في الربع الأخير من العام الحالي لتسجل بذلك مستوى قياسي جديد. واستفادت تسلا من هوامش المبيعات وخفض أسعار طرازاتها الأربعة عالمياً خلال العام الحالي مع التركيز على الصين، ودفعت حرب الأسعار وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية شركات صناعة السيارات بما في ذلك فورد موتورز إلى التراجع عن خططها لإنتاج مركبات كهربائية، مما ترك تسلا بدون منافس تقريبا في الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن تقوم تسلا بتسليم 1,820,000 مركبة على مستوى العالم بنهاية 2020، بزيادة نسبتها 37% مقارنة بالعام الماضي.